أعلنت وزارة الداخلية التركية أن الانفجار الذي وقع الأحد قرب مقر البرلمان في قلب العاصمة أنقرة كان هجوماً إرهابياً أسفر عن إصابة شرطيين اثنين بجروح. وأفادت الوزارة بأن إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة تجارية حوالي الساعة 9:30 صباحاً، أي 6:30 بتوقيت غرينيتش، أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفذا عملية تفجير. وأوضحت الداخلية التركية على منصة إكس أن أحد الإرهابيين فجر نفسه فيما تم تحييد الآخر. وزادت أصيب اثنان من عناصر شرطتنا بجروح طفيفة ناجمة عن النيران التي أشعلها الانفجار.